المستحيل ليس تونسي، يا ما تقالت هالكلمة من مرة وفما شكون ما يمنش بها. فتونس اللي عندها بنية تحتية ضعيفة جدا من المسابح، وحتى البيسينات الموجودة أغلبهم مهملين ومسكرين، جابت بطل أولمبي وعالمي اسمه أسامة الملولي. صحيح برشا يعتبروه مش منتوج تونسي 100%، بما أنه تكون بين فرنسا وأمريكا من اللي عمره 15 سنة وستاف نتاعه الكل أجنبي، لكن مع ذلك تونس ولادة. فمنذ مدة بدأت تظهر ملامح بطل جديد، أحمد أيوب الحفناوي. في صغره حب يولي باسكاتور كيبوه اللي نصحه يدخل للسباحة قبل باش يسقل بدنه ياخي حصل. من الأول بدأ يحصد في الألقاب الوطنية ثم في الألقاب الدولية من خلال مشاركته في أولمبياد الشباب في الأرجنتين 2018، قبل ما يمشي لفرنسا ويهز بطولتها قدام ماليها اللي هما مصنفين ضمن النخبة العالمية. في طوكيو بدأ البطل الجديد صاحب 18 سنة فقط في مسابقة 400 متر، وهي من الاختصاصات الأمريكية والأسترالية. في التصفيات الحفناوي كان آخر المتأهلين النهائي اللي خلاه في الرواق الثامن، وهو أصعب رواق، واللي ما ربحوا فيه الميدالية الذهبية الأولمبية في التاريخ كان زوز، واحد في 200 متر والآخر في 1500 متر. بما أن قلنا أن المستحيل مش تونسي، وخاصة كي نعرفوا أن الستاف متاعه 100% تونسي وفي مسابح تونسية، فإن أحمد أيوب الحفناوي فاجأ العالم الكل قبل ما يفاجأ التوانسة، ورفع العلم التونسي فوق العلمين الأمريكي والأسترالي رغم كل العراقيل اللي حكينا عليها واللي فاجأت حتى البطل التاريخي مايكل فيلبس. ويبدو أن الإعلام الأمريكي ما هضمش التفوق التونسي في اختصاصهم، فركز على الزي الرياضي فوق البوديوم، وكان الرد مدوي من بطلتنا الأولمبية. ملقاو حتى تعلى لزامريكان، ملقاو حتى تعلى، قهرناهم قهرناهم، رانا عرب وقهرينهم لزستخاليان شبيكم. وهو تلعب تونو بريزنتابل ميسالش المريول فيه درابو تونس المهم، والحمد لله يا ربي لو بلوز امبورطون ليمن ناسيونال نشيدنا طلع لو بلوز امبورطون. Mesdames et messieurs, les médaillés olympiques.